اليوم 5 ديسمبر هو اليوم العالمي للتطوع، والحقيقة مهرجان الملك عبد العزيز الإبل مواكبة لهذا اليوم العالمي عمل مبادرة مسؤولية اجتماعية في مسار التطوع البيئي بزراعة أشجار في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد، حيث أن هناك اتفاقية تعاون بين النادي وبين المحمية. عمل على هذه المبادرة أكثر من 40 متطوع ومتطوعة، كلهم أتوا من مدينة الرياض المشاركة في هذه المبادرة، غرسوا ما يزيد عن 300 شجرة. وهذه المبادرة تأتي في سياق مبادرة سمو سيدي ولي العهد السعودية الخضر وأيضا الشرق الأوسط الأخضر. إن شاء الله أنه نأتي السنوات القادمة وقد أصبحت المنطقة غابة بالأشجار بإذن الله. التطوع طبعا يعني أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحرص يحرص القائمين على نادي الإبل على مهرجان الملك عبد العزيز الإبل على أن يكون التطوع أحد ركائز العمل في مهرجان الملك عبد العزيز الإبل، وقدموا الكثير من الممكنات. الشكر كل الشكر لقيادات المهرجان، وإن شاء الله دائما نلتقي في مناسبات العطاء.